ممكن بس اقول لك خبر طبعا حاضر، يعني هايكو هيرليتش الالماني اقترب من نادي الزمالك ويعتبر خلص مع نادي الزمالك. يعني هايكو هيرليتش هيرليتش خبر مهم جدا. احمد الجوهر ينفرد، هايكو هيرليتش المدير الفني الالماني قد يكون مديرا فنيا لنادي الزمالك في وقت يعني قليل احتمال جدا. كبير قوي يتعلن النهارده بالليل.